اهلا، السلام عليكم حبيباتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال هذا النهار. دونك مع فيديو جديده ان شاء الله. لا فيديو اللي بزاف ديال البنات طلبوا لي اسمع عفاك ديري لنا جوله في مرجان، اسمع عفاك ديري لنا جوله في مرجان. بما ان دايرين بروموسيون دابا داخل رمضان ان شاء الله، تلقي الاغنيه غادي تجيني كوبي رايت في لا فيديو، حيت ما عندناش الحق على اي حاجه نسجلوها عندنا في لا فيديو ونطلقوها في اليوتيوب. المهم كتكون فيها هذاك الحقوق الملكيه وهذه وهذه. المهم قلت لكم بزاف اللي قالوا لي اسماء عافاك ديري لنا جوله في مرجان، ديري لنا هكذا، تشوفي لنا الهميزات اللي كاينين، حيت دابا قلت لكم اصلا راه كاين بروموسيون، وهذا النهار جيت ان شاء الله باش الى لقيت هكا شي حاجه فيها تخفيضات و المهم شي حاجه داخله جديده ايضا غادي نتشاركها معكم. هي هذه كنت قضى حتى انا للدار، وهذا ما كان. المهم انتما خليكم معايا، اي حاجه غادي نصورها لكم ان شاء الله.
حاولت انني نصور لكم ما امكن لان فريمون غيجي فيديو طويل بزاف. ما صورت لكمش داكشي ديال الماكله وراكم عارفين داكشي ما صورتوش. وعاد ما خديتش نكمل كلشي داكشي ديال الميكات والكيسان وهذا ما خديتش الصراحه نصور كلشي. ودابا ان شاء الله صافي انا قضيت داكشي اللي خاصني. شي حوايج كناخذهم مرجان شي حوايج كناخذهم من الهري وشي حوايج عندي في الدار. دونك المهم خديت غير داكشي اللي كان ناقصني صافي. ودابا ان شاء الله غادي نمشي للدار ومنين نمشي اكيد غنشارك معكم داكشي اللي خديت.
يلا عاد دابا رجعت للدار. المهم هادشي اللي كتشوفوه قبلتكم هو اللي تقضيتو. عاد كل حاجه هكا غادي نرجع هكا في بلاصتها. المهم بالنسبه للبنات كيف ما قلت لكم، يعني كاينين شي حوايج ما كناخذهمش من مرجان، كنمشي كناخذهم من عند الهري كيكون الثمن ديالهم ناقص على مرجان، وكاين شي حوايج ما كناخذهمش كاع من هنايا، كناخذهم من مليليا، ليدل، ميركادونا، اولاديه، كنمشي كناخذ من تما عاوتاني على حسب. تما كاين شي حوايج رخاصين على هنايا في الناظور. مهم بالنسبه للبنات مثلا الزيت وداك الشيء ديجا عندي، ولكن غادي نزيد ان شاء الله واحد البيدو من الهري. بالنسبه لهذاك الشيء اللي كنت قديته معكم ديجا ديال الطون ومن داك الشيء المعلبات، داك الشيء ديال مثلا طوماط سوغيز، انا عاود شو سميتها لاصوص طوماط. المهم داك الشيء الاخر كامل تقريبا كناخذو من مليليا، لي برودوي ديال المسيح وديال الغسيل وهذا حتى هو كناخذو من مليليا، حيت داك الشيء كي قلت لكم كيكون رخص من هنايا. بالنسبه لهذا الشيء هو اللي خديته دابا من المرجان، غادي نتقاسمو معكم. المهم بالنسبه لهادو اللي كاينين هنايا هادو راهم غير الخضره، تشهينا نديرو سكسو ان شاء الله، وغادي نديرو كسيكسو واخا ماشي الجمعه ان شاء الله غادي نديروه. خديت هنايا غير القرعه الحمراء، الخيزو، القرعه الخضراء، اللفت، المكور. المهم هادشي خديتهم ديال الخضره، المهم هادو بوحديتهم. بالنسبه للبنات خديت هذا غادي نجربو اول مره، هذا ديال لافيسيل ديال الماعن، هذا كيعطيهم واحد لابريونس، غادي نجربو اول مره ما عارفاش، حيت هذا رخيص على الاخر اللي كان فينيش. فينيش كيدير تقريبا 100 درهم يطرو، وهذا فيه 4 يطرو كيدير 15 درهم. دونك غادي نجرب هذا، قال لك يعطيهم واحد اللمعه وداك الشيء هما كاتبينه هنايا، غادي نجربه ونشوف على الله. الا صدق زوين غنبقى كنستعمل هذا، حيت هذا الثمن ديالو كوميم كيبقى رخيص على فينيش. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا خديت الكونفيتور حيت ما بقاليش. بالنسبه للكونفيتور خديت هنايا هاد سلامي ديال البوف وديال لادان. بالنسبه لهادو راه كنستعملوهم دابا غير للفطور وداك الشيء. خديت هادو حيت ما بقاوليش، الزا، الخمارات، ولافاني، وهاد ايديال ديال الكاكاو حتى هما ما بقاوليش خديتهم. هنايا خديت الضامه ديال البنه ديال الدجاج، ديال الحريره، وديال الزعفران الحر، خصوصا كاتبين فيهم خالي من المواد الحافظه كلهم. ها هي حتى هنا كاين خالي خالي خالي، كلشي زعما هادو ما كاينش. خديت هنايا الخل، واخا باقي عندي حتى هو خديتو. هذا دائما البنات كنستعملوه بزاف. المهم هكذا ملي كنجي ندير لا داند ولا دجاج ولا داكشي كنستعمل هذا، كيجيني هكا ساهل في عطمه نعصر هكا شي ليمونه، وخصوصا يعني كيكون يعني هكا في الثلاجه كاين. بعد شي مرات ما كيكونش هكا عندي سيترون في الثلاجه ولا شي حاجه، دونك كنحتاج كنلقى هذا كنديباني به. خديت الشعريه ديال الشينوا، خديت هنايا 4 كنحتاجهم، اما الا عمرت هكا شي دجاجه، واما الا عمرت المليويات كيعجبوني ديال الخضره وكيكون فيهم لافيرميسيل كيجيو بنانين، وخصوصا هذوك اللي تشاركتهم معاكم. خديت مطيشه ديال الحك، وديجا عاد حليت هذا النهار وحده استعملتها، وشو سميتو وزدت هادي. خديت هادو الفلون، البنات هادو ما كنحتاجهمش باش نديرهم مع الحليب، هادو كنحتاجهم نديرهم غير في داك الطبقه ديال الكيكه اللي كتكون من ثلاثه ديال الطبقات، هذه كندير الطبقه الثالثه بهاد الفلون هذا. المهم فيهم بزاف ديال النكهات، نكهه الكراميل، فراوله، فانيلا، الشوكولا، الموز، وتالي الشوكولا، هادو داكشي علاش كنحتاجهم. اما الاغلبيه الا بغيت الفلون كنستعمل الفلون ديال مليليا، مذاق ديالو زوين بزاف. خلاص هادو خداوهم بناتي هاد البسكوي. خديت هنايا الحليب المجفف ديال نيدو، كناخذ هذا حيت ملي كنجي نستعملو تقريبا كنستعملو كامل، دونك ما كيبقاليش محلول. خديت هاد الخردل هذا ديال كازينو، هذا البنات كناخذو دائما للدجاج ملي كنجي نصوب به الدجاج، يعني هكا نشرمل به الدجاج كيجي بنين بزاف. هذا احسن من لاموطارد الاخر اللي كيكون ملس، هذا اللي فيه هاد الحبيبات كيكون زوين بزاف. اتاي خديت هنايا سكسو حيت قلت لكم غادي نستعملو، داكشي علاش خديتو. ودائما كناخذ سكسو ديال الحجم الرقيق، هو اللي زوينه البنات. كيجيني البنه ديالو حسن من هذاك الحجم المتوسط والغليظ، ما كيعجبنيش بزاف. خديت الباكيت حيت محتاجينو دابا. هنايا خديت الفورس اولا الدقيق الابيض، خديت ديال 5 كيلو ديال ميمونه، واحسن طحين اللي كيعجبني هو ميمونه. المهم البنات انا كنتشارك معكم غير هادشي اللي كنستعملو، اما يعني ماشي كنجبركم على انكم تشريو بحالي. انا المهم ميمونه كيعجبني الدقيق ديالو، وخديت حتى الفينو.
حتى هو خديتو غير ديال 5 كيلو، راه كاين ديال 10 كيلو دايرين فيه، الا خديتو 10 كيلو كيعطيوكم 3 كيلو غراتوي. انا خديت غير 5 كيلو 5 كيلو باش ما يبقاش يضيع لي، وفي نفس الوقت الا تسالالي وبغيتو ولا شي حاجه غادي نمشي نزيد نشري. خديت هذا الصابون ديال الكف، هذا قال لك الاول بثمن والثاني بلا مواتيه ديال الثمن الاولاني، دونك كيطيح رخيص. خديت هذا الصابون ديال الكف لان فريمون فيه واحد الريحه زوينه بزاف، ما بقيتش كناخذ هذاك اريال. هذا ديال ما عرفتش الريحه اللي فيه، نورمالمون ما دايرينش هنا ما فيه حتى شي ريحه. وهذا هذا ديال الخزامه كنظن، هذا ديال الخزامه ولا الورد هو فين باين، وهذا لا هذا جاي عادي. خديت هنايا جافيل، المهم بالنسبه لجافيل باقي لي، بالنسبه للتيت ديال اريال حتى هو باقي لي، غير خديت هذا ليكيد وصافي. وهنايا خديت غير ربع كيلو ديال الكفته حيت محتاجاها. خديت السكر، بالنسبه للسكر حتى هو باقي لي، وزدت هكا هذا ديال 5 كيلو مزيان هكا يبقى عندي في الدار. هنايا خديت المحمصه، خديت الزيتون الكحل، بالنسبه لهاد الزيتون الكحل وهذا الشيء محتاجينو كنحتاجو هكا للفطور. خديت هنايا الذره، بنتي بغاتها باش نصوبها لها، صافي. خديت هادو حتى هما زينب بغاتهم، مره مره كنشري لها بحال هادو واخا راهم ماشي صحيين، مره مره كناخذهم. خديت سنيده ديال 2 كيلو، شنو اخر هنا كاين لفت، وهادو تونيك اوتاغير مره مره حتى هما كناخذهم وصافي. وهنايا خديت بابي جينيك ديال دلع الكبيره كاع، لان فريمون كدوز كثر من شهر، يعني كثر من شهر كدوز هاد، ماشي حتى شهرين، بعد شي مرات كدوز لي هاد البابي جينيك. صافي كي قلت لكم هادشي اللي تقضيتو، كنظن ما نسيت حتى شي حاجه. المهم ان شاء الله الله يدخل علينا رمضان بالصحه والسلامه، وان شاء الله نصومو بالصحه والعافيه الا كان كتب لنا الله، وما نشوفو فيه حتى شي مكروه يا ربي، امين. ودائما يعني رمضان راه ماشي الماكله ولا هذا، راه رمضان العباده، والعباده راه خصها تكون على طول العام، ماشي نتسناو شهر في العام باش غادي نتقربوا من الله. ولكن كنتمنوا من الله نجمعوا فيه شويش ديال الحسنات اللي تغطي لنا هذوك السيئات اللي كناخذوهم. الله يسمح لنا وصافي، هذا الشيء اللي كاين. ومهم بالنسبه لهذا الشيء اللي خديتوه انا تقاسمته معكم، نتمنى لا فيديو ديال هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم، ونكون قربتكم شويش من داك الجوله هذيك اللي درتها لكم هكا في مرجان، نقربكم شويه من لي بروموسيون اللي دايرين، خصوصا في داك الشيء يعني ديال الاتات وداك الشيء والمعنات وداك الشيء اللي حنا كنموتوا عليه العيالات. وصافي هذا ما كان، الا عجبكم لا فيديو ديال هذا النهار ما تنساوش تدعموني باللايك ديالكم، ونقول لكم تهلاو في راسكم، ان شاء الله تنتلاقاو في لا فيديو ديال غدا الا كتب الله. بالسلامه عليكم.